النادي الاهلي يعني تقلل جدا من الفاولات اللي بره ال 18. معلش يا كابتن هقطعك، ده تدريب فريق شبيبه الثوره اليوم في استاد برج العرب. زي ما قلت لحضراتكم عندنا حاجات كتيره جدا بنعرضها لحضراتكم النهارده. تدريب فريق شبيبه الثوره الجزائري من برج العرب. انا اسف يا كابتن، اتفضل. لا زي ما بقول لك يا اسلام، هم عندهم الكرات الثابته بيتميزوا بيها سواء اللي بره ال 18 او على الاجناب. شمال افريقيا كله لازم نبقى عارفين متفوقين علينا في الكور العاليه والكرات العرضيه. ما تعرفش بقى بياخدوا حقن من هو صغيرين موضوع الكرات العرضيه دي، اللي هي سواء في كمدافعين او كمهاجمين. هم عندهم الحته اللي هي التايمنج والجنبات العاليه، ويقدر ازاي يركب الكوره وبيجيبوا اهداف كثيره منها. مرنوا عليها كتير. احنا برضو لازال يعني قفت الدوري المصري يا كابتن عادل، لو شفنا في جميع المباريات هي الكوره العرضيه، كل اللعيبه باصه في اتجاه واحد ومش واخدين بالهم من اللي جاي، او ممكن واحد يسبقك ويحط الكوره. فهي المهم يعني اللي هيلعب بكره حارس مرمى عليه عامل كبير قوي قوي في وقفه اللعيبه قدامه، المدافعين يخلوهم بره، وفي نفس الوقت الفاولات يعني بقدر الامكان نمنع الفاولات اللي هي، لان لا قدر الله لو في جون جه بيصعب برده المسؤوليه عليك وبيحملك ضغط عصبي اكتر، ان انت عايز تتعادل وعايز تكسب. فانت تامن نفسك كويس، وزي ما بقول لك مفتاح المكسب بكره هو الهدف الاولاني، اللي هو انت عايز تغير حساباتهم قبل ما هم يغيروا حساباتك. يعني انت لازم انت المبادره تبقى عندك في احراز الهدف، لان الهدف ده خلاص هيغير تفكيره والاستراتيجيه بتاعته، ان هو بقى عايز يهاجم عشان على الاقل يتعادل. غير ما هو كده خلاص، كل ما الوقت بيعدي ومفيش اهداف جت فيه لغايه اخر لحظه هو كده صاعد. الدنيا كويسه بالظبط كده. تمام. واحنا بنتابع كده برضو، عايز برضو اقرا لحضراتكم بعض التعليقات اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. شاركونا توقعاتكم لنتيجه مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري باذن الله 2-1.